اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل بتاعنا والمنيو بتاعنا بسيط وسهل، ولكن الاسئله فيه كتير للامانه. موضوع البانيه او الفراخ البانيه او اسكالوب بانيه، دي المسميات بتاعته، او البوفتيك، عشان برضو احنا نبقى شغالين في اطار المسميات بتاعه الوصفه نفسها. معانا فراخ النهارده هنعملها فراخ بانيه، اسئله كتير. الفراخ بتنشف مني وانا بحمرها، بتكش مني الخلطه، بتسيب في الزيت، باجي اكل الفراخ الاقيها زفره، تستوي من بره وتبقى من جوه مش مستويه. الحاجات دي كلها هنعمل النهارده فراخ بانيه ونجاوب على اسئله عملي واحنا شغالين مع بعض. معانا النهارده كسروله رز بالخضار، المسمى العلمي بتاعها رز جلاتان بالخضار. ايه الفكره في الموضوع ده؟ انا حابب اجمع كل انواع الخضار اللي طبعا فيها قيمه غذائيه عاليه جدا. البسله غنيه بالبوتاسيوم للامهات والسيدات الحوامل، الجزر مفيد جدا فيتامين سي وطبعا مصدر غني جدا، الكوسه مفيده للجهاز الهضمي وللقولون وبتساعد على الهضم ومفيده جدا لعلاج الامساك، كمان السبانخ غنيه بالحديد. كل دولت يا عم الشيف هيتجمعوا مع الرز المصري بتاعنا كربوهيدرات ونشويات، ونتوجهم بجبنه موزاريلا مع وايت صوص. اصبحت الهرم الغذائي قدامنا مع طبق سلطه خضراء وتعشت. نيجي للمانجا. المانجا احنا غرقانين في المانجا الايام دي بصراحه. ليا صديق في الاسماعيليه ربنا يديله الصحه، كل يوم كل خميس يجيب لي كرتونتين مانجا. فالمانجا عندنا عايزين نعملها النهارده سموزي، نعملها مربى المانجا، نعمل كنافه بالمانجا، نعمل جمبري بالمانجا. افكار كتيره المانجا على فكره، انا ناوي ان شاء الله يعني نظبط الافكار بيها. فعايز اعمل سموزي المانجا النهارده بالزبادي ونشوف نعمله مع بعض ازاي، وياخد طعم الفانيليا، يعني نهرب من طعم المانجا شويه مع الفانيليا والزبادي، وبيساعد على الهضم والمانجا مفيده جدا. ولكن نصيحه من مجرب بتاكل مانجا او بتاكل مانجا او قاعدين بناكل مانجا وسهرين سهره مانجا، نشرب كوبايه ميه بعد اكله المانجا زي القهوه كده. دايما القهوه اتعلمنا الفرنسويين يعني لما يعزمونا على القهوه نلاقي فنجان القهوه جنبه او الاكسبريسو جنبه كوبايه ميه مشبره. نفس القصه بناكل مانجا يبقى وراها كوبايتين ثلاثه ميه، اذا احنا مش هنشربها عصير. دي مفيده ليه؟ عشان نتخلص من الاملاح بتاعتها. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل لاسرار لشويه اكل، فرصه نجاوب على اسئله السوشيال ميديا، لان احنا بنتابع صفحه اكله امي والصفحه الرسميه للقناه الاولى، وبنتابع حضراتكم بالتواصل والكلام الطيب اللي بترسلوا لنا طبعا وبتوصلونا بيه عشان نجاوب على الاسئله مباشره. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف خط سير الحلقه هيبدا معانا ازاي. معانا المنيو بتاعنا قيمته الغذائيه عاليه جدا، في شغل كتير على فكره مع ان مكوناته بسيطه في متناول الجميع. هنبدا باول حاجه ازاي نعمل تشكيله من الخضار مع الرز جلاتان، ايا كان بقى نوع الخضار اللي انتوا حابينه. يعني ممكن تحط بطاطس، تحط قلقاس، اللي انت حابه، ارنبيط، بروكلي. انا اخترت شويه خضار كده لهم قيمه غذائيه عاليه جدا وفي متناول الجميع. تعالوا نشوفوا المقادير على الشاشه والصوره الحلوه مع الالوان الطبيعيه تتكلم عن نفسها. معانا كوسه وجزر وبسله وسبانخ وبقدونس وكرفس وبصل وتوم، جبنه موزاريلا، رز مصري هو العصب وهو البطل بتاع الاكله دي. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه سريعه كده واحنا شغالين مع بعض. طاسه على النار شديده الحراره، هنبدا نحط شويه زيت زيتون مع معلقه زبده صغيره كده او سمنه، ونشوح الخضار ده ونديله فليفر حلو وطعم حلو. حلو الكلام؟ حلو الكلام. بصلايه ناعمه اهيت، بسم الله الرحمن الرحيم. نستنى على البصلايه دي تاخد لون كده، طعمها بيبقى حلو. احنا اتفقنا مع بعض درجات تحمير البصل بتدينا لون حلو، كل ما يغمق كل ما يدي لون حلو. المقادير الرز بالخضار على الشاشة، معانا كوسة ومعانا جزر ومعانا بسلة ومعانا كمان رز مصري وجبنة موزاريلا وبصل وتوم. حلو قوي. تعالوا نقلب دول كده مع بعض ونحط شوية زعتر حلوين علشان ريحة البصل والتوم ما تنتشرش في الشقة. معانا زعتر اهوت، اللهم صل على النبي. حلو،
دايما بتحمري بصله، بتعملي شوربه، بتعملي بصله ل اي نوع من انواع الخضار، اديها في طعم كده زي زعتر، شويه بهارات حلوين، تقومي تهربي من ريحه البصل وما يجيش طبعا الدخان بتاع البصل في عينيكي وتشم ريحه بصل. اه في ناس تحب تاكل التوم مثلا والبصل من غير ما تشوفه. اه البصلايه كده خدت لون وزي الفل مع التوم. ننزل بالخضار بتاعنا، اخطر حاجه ممكن تاخد تسويه هنا الجزر، فمقطعينه كريهات صغيره. اه حلوه. ومعانا كوسه، ومعانا بسله، ومعانا كمان جزر، ومعانا كوسه، ومعانا بسله. يا دلعك يا عم الشيف، كل دول مع بعض، كل دول مع بعض. حلوه. السبانخ اخر حاجه، نقلب دول كده مع بعض. انا بشوف البعض يشتري كيس الخضار من السوبر ماركت جاهز، مش هنقول ان هو في منه اضرار ولا في منه مشاكل، بس انا ما بحبوش بصراحه. طب ما احنا عندنا كوسه حلوه والجزر والبسله، نشتري الحاجه دي ونقطعها، بتبقى لطيفه وجميله، لان الجزر بيبقى كيس جوه كيس الخضار عامل زي السفنج كده، خلي بالكم يعني. فانت دايما استخدمي الجزر طازه وفريش. اه زي الفل، تقلبه كده حلوه. واحنا بنقلب الخضار ده يا عم الشيف ونحط عليه شويه البهارات. معانا اهوت الحمد لله الرز المصري، وهو البطل في اي كفته، سواء بتعملي كفته اللحمه الجملي او كفته الجمبري او كفته اللحمه الضاني، ايا كان انت حباه. الرز تجيبيه تغسليه مره اتنين تلاته وتصفيه من الميه، ما تخليش الميه في الرز علشان النشويات والكربوهيدرات اللي موجوده فيه هي اللي بتعمل مشكله، فصفيه من الميه وسيبيه براحته كده، هتلاقي حبايه الرز نفشت معاكي واداتك النشويات اللي موجوده فيه. نشويات الرز غنيه ان هي تديك حته الكفته متماسكه. دي طريقه. الطريقه الثانيه انك تسلقي الرز ده ثلاث ارباع سوا وتبرديه في الثلاجه وتفرميه الاول مع التوابل والبصل والثوم، وبعدين تحطيه على اللحمه المفرومه او تحطيه على الجمبري حسب الرغبه، وهنعملها لكم ان شاء الله. تشكيله الخضار بتشوي على النار بالشكل ده كده. عندي سبانخ شكلها لطيف وجميل، باخد السبانخ زي ما هي كده اهي. الله. اه كل ده اخضر. اه هنا بقى ايه قيمه غذائيه، شوفوا ده الموضوع علشان نوصل لهدف. تشكيله الخضار ديت ولادنا دايما يعني مره يقول لك مش بحب السبانخ يا ماما، مش بحب البسله، مش بحب الجزر، فرصه انك تخليهم ايه ياكلوا الخضار، خاصه لما يلاقوها مع رز وجبنه موزاريلا. هنقلب كده ونغطي الحله بتاعتنا دي ونسيبها على جنب. اه هي السبانخ كده كده اول ما تشم ريحه البخار والميه اللي بتغلي في الحله هتلاقيها هبطت، مش هتبان جوه الخضار بعد كده. شفت السبانخ كتير ازاي؟ هتشوفوا كل حاجه دلوقتي. نغطيها ونسيبها. هي السبانخ كده الخضروات الورقيه اول ما بتشم ريحه النار بتهبط على طول. انا بخلص اللايف مع بعض على الشاشه وبنطلع لايف على السوشيال ميديا واقول لك الكيكه بالشوكولاته. نيجي للرز، هل هنحط الرز ني وتتساءلوا طبعا دلوقتي ولا مستوي؟ الطريقه اللي انا هعملها دلوقتي ان الرز ده هحطه في ميه مغليه مع شويه ملح صغيرين بالشكل ده كده، ياخد ايه كده يحل في الميه المغليه دي كده، بس انا عايز استفيد بالنشويات بتاعه الرز. نحط شويه بهارات كده ونحط الرز بتاعنا ده كده في قلب الميه، نسلوه زي المكرونه يعني تقريبا نص سوا او ثلاث ارباع سوا كانك بتسلوه مكرونه. معانا مين؟ يا جيهان ازاي؟ ازاي حضرتك يا شيف؟ الحمد لله رب العالمين يا ست الكل. احلى شيف في الدنيا اقسم بالله والله. روح الله يبارك لك ويكبر بخاطرك. والله بسم الله ما شاء الله عليك. لا انا حبيت اسلم على حضرتك. بس كده؟ ايه رايك في المنيو بتاعنا النهارده يا ست الكل؟ بسم الله ما شاء الله. الله متنوع يعني الخضر موجود كل بسم الله ما شاء الله وحاجات بسيطة وحلوة ما شاء الله ومغذية وصحية ما شاء الله عليك. بتكلمينا منين يا ست الكل؟ المنيا يا فندم. المنيا الصعيد كله الجميل الحلو. اللي رافع راسنا فوق منيا والصعيد وسوهاج وجنا، حبايبنا كلهم في الصعيد بيحبوني، ده مسميين شوارع باسمي هناك المغازي. اشكرك يا ست الكل، روح ربنا يكبر بخاطرك. انا بحب الصعيد قوي على فكره. شوف الرز هنا مع الزيت مع الملح كله مع بعضه كانك بتسلق مكرونه. اهو اهو شفتي اهو. واسيبه في النار ياخد غلوه، بس غلوه ما تسيبوش بقى لما يبقى رز بلبن. خلي بالك انا عايز الرز ده البطل في الاكله بتاعتك كده. احنا زي الفل لغايه دلوقتي. هنجهز الكسروله بتاعتنا اللطيفه الحلوه اهي، كسروله كبيره هي دي اهي. اللهم صل على النبي. تعالي ومعانا الخضار اخباره ايه؟ شوفوا السبانخ اللي كانت من شويه مش عايزه تتقلب اهي، راحت السبانخ اختفت اهي.
فين السبانخ يا شيف؟ الخضار ما كانش باين منها. اي خضار، سبانخ، سل، خس، بيتعرض لدرجة حرارة مع مية بتغلي وبخار بيختفي بعد دقائق معدودة. طب انا عايز احافظ على خضاره ولونه الحلو كده زي السبانخ، الملح دايما ينزل على مية بملح. لاحظوا ان انا حاطط ملح على الخضار قبل ما اقلبه. شفت شوية الخضار دول؟ موسوعة، طاجر خضار لوحده كده. كوسة يعني الياف، قيمة غذائية عالية جدا، وعلى فكرة الكوسة مفيدة للقلب. القرع، الكوسة، اليقطين، كل دي فصيلة الدرنيات. الجزر فيتامين سي وغني عن التعريف. يقول لك يا أول نظر، لا لا، ده كانت دي مأكولة زمان بس مقتصرة على النظر، ده فيتامين سي زيه زي البرتقال واليستوفاندي. البسلة بوتاسيوم ومعادن وفيها سكريات كمان، السكريات بتاعتها مفيدة جدا، غنية بالجلوكوز بتاعها. معانا السبانخ مستودع من الحديد. الحديد بيغلى، السبانخ بترخص. حلو، كل دول مع بعض يا عم الشيف. والرز بتاعنا اخباره ايه؟ زي الفل. تعالوا نطبق الاكله دي نشوف نعملها مع بعض ازاي. عجينه الكريب عادي، وبنحشيها سوسيز او الهوت دوج بالمسميات بتاعته زي الفل. بس عجينه الكريب هنا نعملها ازاي؟ بنجيب الخلاط بنحط فيه كوبايتين من الحليب مع كوبايه من الدقيق وبيضه وبشرة ليمون حلوة كده لطيفة عشان الزفارة بتاعة البيض، وشوية ملح وشوية فلفل، وبعد كده نخليها على جنب بعد ما نضربهم في الخلاط بمعلقتين زيت، ونجيب الطاسات ونعمل 30 40 حبة تكفي الجيران، والسوسيز نقطعه صغير كده نديله بصلة وتومة ونلف. تعالوا مع بعض نشوف ايه موضوع الخضار. أول حاجة أنا خضار اهوت، باخد من الخضار ده كده وبحطه في الكسرولة أهو. حلو، ركزي في الموضوع هنا بقى عشان الموضوع ده أول مرة عينيا. حاضر، بس أنا عايز بس أوصل معلومة هنا. واخد من الرز بتاعنا ده كده أهو، اللهم صل على النبي. الرز ده طبعًا ملاحظين حاجة أهو، زيه زي المكرونة، باخد الرز وأنا بشيله كده أهو، مش لازم أسيبه وأنزل بيه كده هنا. يا دلعك يا شيف. الطبق ده لما يستوي في الفرن بقى كله بينسجم مع بعضه. شفت الجو ده كده أهو، عينيا أهو، شفت زي الفل. حط كمان طبقه رز. وانت بترفع الرز هنا بقى الخبره، شيل الرز كده ببركته، يعني هيطلع معاك شويه ميه عايزينهم، لان الرز هيكمل سواه فين؟ مع الخضار. ناخد السبانخ الحلوه اهي برده نفس القصه وننزل كده طبقات طبقات، يعني طبقه من الخضار وطبقه من الرز. هنا في اطفال هنا بقى مش بياكلوا الخضار ده، بس لما نقدم الخضار ده بالطريقه دي اعتقد ان هم هيحبوه، خاصة نحط على وشه جبنة موزاريلا دلوقتي مخلوطة بقليل من الحليب والبيض، هيبقى طبعا الشكل مختلف. هي التركية برضو الأخيرة وأنا بقدمه دلوقتي. الله، شوية الخضار دول مهمين. ما أنا أستاذ شفيع عايزنا صب، أنا مش عايز أنزل بالصوص كله. خلي بالك. يا حبيبي شفت إزاي؟ شفت الجو كده؟ ده مهم جدا. تمام، حلو قوي. شيل دي على جنب ونتعامل مع الرز. نفس القصة. شوفي بقى وانا برفع الرز اهو. هو ده، هي دي التركاية. شفت الرز ازاي؟ الله عليك. تاني عشان اللي ما خدش باله من الاولى ياخد باله من التاني. هو ده. شفت الرز بينزل ازاي على وش الخضر؟ غني بالسوائل. حلو قوي. كل دول مع بعض، كل دول مع بعض هندخل بيها الفرن كده. اما الجبنه والحليب والبيض وقت تاني، امتى هنشوف مع بعض. زي ما هي كده يا عم الشيف، في درجه حراره الفرن عندي 180. السؤال للاخراج الجميل، دي فوق ولا تحت؟ قول لي ولا تخبيش يا زين. الهرم الغذائي ده والجمال ده اللي فيه كل انواع الخضار من خير ارضنا والرز المصري اللي بيتكلم مصري، في قلب كاسرولة بيجمعهم الفن الطهوي، على فين؟ على الفرن، في ارضيه الفرن. وحقوق الطبع لدينا. بس هنقفل الفرن بتاعنا وناخد بعضنا ونطلع فاصل. في تركايه اخيره بقى، بعد 10 دقائق من الان هناخد الجبنه الموزاريلا مخلوطه بالحليب وبيضه ونقلبهم على بعض ونحطهم على الوش، اكيد هيعجب اطفالك. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا مع بعض، معانا صدور فراخ ومعانا تركيبة البانيه. تركيبة البانيه اتعلمناها من زمان قوي، بقسماط ودقيق وبيض. فالتطوير دلوقتي في موضوع البانيه مش عايزاه يفك مني في قلب الزيت. اعمل ايه؟ خليكي مع الشيف المغازي. المقادير على الشاشه، صدور فراخ، معانا بقسماط، ومعانا رقائق الذره الهشه تتباع جاهزه في اي سوبر ماركت، ومعانا ثوم، عصير ليمون، ونشا، وزعتر، وزيت للتحمير. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي، ولكن التركيز في ان ازاي ما تفكش مني في قلب الزيت. باخد صدر الفراخ الحلو ده كده، الكميه ديت، واشيل الطبق ده من هنا خلاص. اللهم صل على النبي. واول حاجه نقطع الفراخ بالشكل ده كده. في موزه هنا انا عايزها دي، انا بقى ايه احمرها زي ما هي كده للامانه. اهي فين هي؟ اهي. بحبها وعلى فكره حته ناعمه كده لما بتتعمل بانيه ومشوي، ما اقولكيش. مش هاجي جنبها لا بالمدقه اللحمه ولا بالسكينه، زي ما هي كده هتاخد التوبن وتتحمر في قلب الزيت. اعلمها شدي بتاعتي، واخد بقيه الصدور كده، واحط ايدي الشمال على على صدر الفرخه، وايدي اليمين تمسك السكينه عشان ما تعوريش نفسك. بصوا معايا اهو، وانا عايز اقطع صدور الفراخ دي علشان تبقى سكالوب، اعملها بانيه. اه حلو. اه حلو ده. واحد نيجي نفس القصه هنا كده اهو، شفت السكينه ماشيه ازاي؟ زي السكينه في الحلاوه بيقولوا. اه ما تضغطيش جامد عشان ما تلاقيهاش عدت على ايدك، خلي بالك. اه زي الفل. نيجي التاني بالشكل ده كده اهو. في صدور، في صدور فراخ اكبر من كده، ممكن تتقطع على اربعه حسب الحجم يعني. طبعا مش هنكتفي كده بكده وبس، لا، معانا مدقه الفراخ او مدقه اللحم، في منها خشب وفي منها الومنيوم. ما لقيتيش لا ده ولا ده، جيب الكوبايه تكون سميكه عندك كده بتاعت عصير ولا حاجه، او ظهر السكينه زي ما انت عايزه يعني. احنا بنخرجك من الازمات ممكن انت تواجهك في المطبخ وتقولي انا مش هعمل الاكله دي عشان ما عنديش مدقه اللحمه، والشيف مغازي قال مدقه لحمه. خالص الكلام ده كله انت تقدري تتصرفي. اه حلو قوي. السكينه دورها انتهى، وناخد المدقه كده. بس اللحم ده لو حطيناه على الخشبه هيتري مني، او ما اعمل ايه بقى؟ اخد البلاستيك ده كده، واحط الصدر ده كده اهو زي ما انا شغال. في محلات جزاره بيبيعوا الحاجات دي جاهزة، ما بقولش ما تشتريهاش، والله انت في محل ثقة بينك وبين الجزار اهلا وسهلا، ولكن انا بفضل انك تعمليها في البيت. ضمنت السكينة بتاعتك، ضمنت الخشبة بتاعتك نظيفة، ضمنت مصدر الفراخ شايفاه بعينيكي قبل ما ياخد التوبنج وتدارة، هل هي طازة ولا مش طازة، الحاجات دي كلها مطلوبة يعني. ولكن لا نشكك ولا نتلكك، يعني ما نقولش لا خالص عشان برضو حدش يقول لي ايه يا ابو غازي حرام عليك، لا لا خالص زي الفل. كيس تاني ونحطه كده هنا. ما عندكيش الاكياس دي، كيس العيش جيبيه وافتحيه وتعاملي معاه. حلو. اظن كده ملناش حجه، هنخبط كده واحده. الفراخ غير اللحمه. مش قاسي. انت بتشوفيها قدام عينيك اهي، تجيبي كيس شفاف عشان تشوفيها. الحته التخينه بتدوسي جامد شويه، الحته الرؤيه بالحنيه. الاولاد يحبوا الحاجات ده على فكره، انا عندي بنوت بصراحه بتموت فيها، تحب اكلش اي حاجه غير هي. تحبها سبايسي، انت برضو خليها سبايسي. شفتوا؟ وانا شغال. حطهم في التلاجة، اعمل لك 3 4 كيلو، ضيع وقتك من طول النهار ماسكين التليفون على الفاضي. ماسكين بتعرفش تليفون. في برامج كده نقعد نطلع من برنامج، نخش على برنامج، نخش على فيديو، الحاجات دي كلها. احنا ما استعملناش حاجة، ضيع وقتك في ده. هتعمل لك 3 4 كيلو
غلفوهم بالتوبنج اللي انا هعمله دلوقتي بجد والله العظيم، ورصهم في الاطباق الفوم بتاعه التخزين وحطهم في الثلاجه، حط بين كل رقه ورقه كيس بلاستيك عشان ما يمسكوش في بعض، وخليهم. هتبقى انت بره بيت خارجه مع اولادك رايحه البيت تلاجتك عمرانه، طلعي من الثلاجه وتحمري، تعملي مره بالجبنه، مره مع صوص طماطم، مره مع الوايت صوص، مره على وش بيتزا، الحاجات دي كلها. تعالوا هنا على الفراخ زي الفل اهيت، هنعمل التوبنج بتاعنا من التتبيله. التتبيله هي شيف توم ني اهوت زي الفل، زعتر، شوف ملاحظين الموزه بتاعت الصغيره دي الحلوه اللي هي ظهر الصدر الفراخ، طبعا هو مبسوط دلوقتي اهو، الملح ده كده، عصير ليمون. هنعمل التتبيله دي وبعدين هناخد صدور الفراخ دي نحطها في التتبيله، ده عصير ليمون اهوت مع التوم، حلو قوي، فلفل اسود اهو، لازم فلفل اسود عشان الزفاره. اوعى تحطي زيت، اكتبيها على باب الثلاجه، حذاري تحطي زيت او زبده او سمنه في تتبيله البانيه، خلي بالك اهو. ناخد ده كده ونسقطهم كده اهو، ما تقلبهمش كتير عشان ما يطيروش اهو، ويطلعوا من التتبيله دي بقى لموضوع تاني اهو. احنا بنشرح موضوع البانيه للاولاد بيحبوه، وطبعا فرصه عظيمه بجد والله ما اعرف النتيجه، قولي لي يا استاذه ريحان خليكي بعد، طبعا فرصه عظيمه سبت اللي فيه ده اهو، نبارك لكل طلبه الثانويه العامه اللي نجحوا، وطبعا ربنا يكرمهم يا رب ويكونوا حققوا امالهم، وكل واحد نال مراده في الكليه اللي هو حبيبها، متفوقين ان شاء الله دايما، واللي هو ما صدفوش الحظ ومثلا تاكد ان في خير لكده، ان احنا ربنا يكرمنا ويجيب مجموعه عادي ما فيش اي مشكله. وببارك لكل طلبه الثانويه العامه اللي نجحوا وتفوقوا ان شاء الله في كل محافظات مصر. ابن زميلنا هيثم نجح كمان النهارده، هيثم معانا في الاستوديو المصور، 92%، يا بختك يا هيثم، شفت يا هيثم ربنا يبارك لك فيه يا رب. اسمه ايه طيب؟ اسمه الطفل اتهم، اتهم ابن هيثم، شكرا. طيب حاضر، الف الف مبروك لطلبه الثانويه العامه. والله بصراحه انا مشغول كده في موضوعي يعني في شغلانه، فانا والله مش متابع، فالحمد لله رب العالمين ان انا قدرت اتابع طبعا طلبه الثانويه العامه. على فكره انا بهدي لكم الاكل ده، انا عارف ان انتم بتحبوا الفراخ البانيه. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل، وبعد الفاصل اسرار عمل فراخ بانيه او سكالوب بانيه عشان ما يفكش منك في قلب الزيت لطلبه الثانويه العامه، والرز اللي في الفرن ده كمان بهديه لكم. وما تنسوش المانجا الحلوه بتاعتنا المصري اللي بتتكلم مصري، احلى مانجا في الدنيا كلها من الارض الطيبه مصر، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وعدت حضراتكم بتركاية أخيرة للهرم الغذائي اللي جوه الفرن، اللي هو طاجن الرز بالخضار جرتان. الرز المصري خد وقت على الدار لغاية لما استوى تقريبا نص سوا، وبعدين عندنا تشكيلة من الخضار شفناها مع بعض. ايه التركاية؟ معانا شوية حليب، حلو دول كفاية، معانا من البيض بيضة، حلو قوي، معانا من الجبنة الموزاريلا الكمية دي، شفتوا بقى التركية الحلوة دي كده اه، ده كل الجبنة اهي. الطبق ده بهديه لطلبة الثانوية العامة اللي نجحوا النهاردة، هدية مني، كل حاجة حلوة بتلاقوها فيه اه. اللي بيحب البشاميل ويحب الاكل الحلو ويحب الحاجات اللي فيها موزاريلا اهو، شويه الملح، شويه الفلفل الاسود، سنه بابريكا صغيره، كل دول يا عم الشيف اه، وشويه زعتر، وبقلبهم بالمضرب كده آه. بيضه، جبنه، حليب، شويه بهارات شفناهم مع بعض، وشوية بقدونس مفهومين. الرز بتاعنا اللهم صل على النبي اهو، بصي لي عليه بصة كده قبل ما انزل بالبهريز اللي عليه اهو، بصة حلوة، ايه الجمال والدلع ده اهو. هاخده كده واخد الخليط اللي انا عملته اهو، جبنة، حليب، شفت الدلع اهو، والحليب ينزل كده على الرز اهو اهو، حلوة. طب ليه يا شيف مغازي ما دخلتش الحليب واللتة الخلطة اللي عملتيه دي في لازم
الرز يستوي الاول مع الخضار، قصه اللازانيا كده لو انت عايز عليها جبنه جبنه انا بقى تسيح مع البيض مع الحليب هتديكي شكل جراتان برونزي لطيف جدا. عايزه تحط شويه زيتون مخليين كده مفيش مشكله. جود انت بقى، انا عايزك انت تبقى احسن مني، انا قلت انا بساعدك في المطبخ، دوري مساعد ليكي في المطبخ. الحليب ده ينزل كله هنا كده. درجه حراره الفرن عندي 180 زي ما هي، بس انا مش هدخلها الفرن غير لما اسمع من كل الساده المشاهدين اللي بيتابعوني دلوقتي الكلمه الطيبه اللي هي بتقول حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. هناخد الطاجن ده كده ندخله الفرن. ابتكار زي ما هي كده، اللهم صل على النبي، وتخش الفرن يا عم شيف تقيله، خلي بالك. اللهم صل على النبي، دي عندك في عملتها على الغدا تاكل منها يومين مع طبق سلطه خضراء وعصير المانجا اللي هعمله واتعشت. ايه الصوره الحلوه، الهرم الغذائي جوه الفرن، يتكلم مصري. تعالوا مع بعض نشتغل في البانيه بتاعنا اللي انا مش بحبه من صغري، كان الشيف يحب يعاقبني اكون مثلا جاي متاخر، عملت حاجه مكان مش نظيف، طبعا بتعلم لسه، كان يقول لك اشتغل في البانيه. لما اشتغل في البانيه يعني ما اعرفش اشتغل في حاجه تاني خالص، ايدي بقى بتبقى كلها بيض وبقسماط والجو اللي حضراتكم عارفينه ده كده. شويه الحليب، شويه زعتر، فص ثوم ني، شويه فلفل اسود ده الطبيعي، والملح بتاعنا. الخلطه دي مهمه جدا على فكره، التركايه بتاعت المغازي بقى علشان يبقى مقرمش. اسمعوا معايا وانا شغال ده بيض، حليب، شويه زعتر، شويه بهارات، شويه فلفل اسود، كل دول مع بعض. تركايه يا عم الشيف، معانا من النشا معلقه ومن الدقيق معلقه، احفظيها دي، نشا معلقه والدقيق معلقه، هننزل بهم في قلب الخلطه دي. دي الابتكار. ادي معلقه الدقيق زي ما هي كده، وادي معلقه النشا زي ما هي كده. انت شايفه الكميه قدامي تقريبا اربع صدور فراخ. حلو. ونقلب كده. هيديك خليط له قوام عامل زي اللبن الرايب. هو ده. بس خلاص نشتغل في البانيه بقى، والزيت عندنا شديد الحراره، اللي هنعمل له بقسماط هندخله النار. نجيب طبق، اللهم صل على النبي. وننزل كده. يلا اسيت زيت المصورين حبايبي، نطلع بالتتبيله دي كده اهي اهي، تنزل هنا تطلع اهي زي ما هي كده اهي اهي. طريقه سهله جدا لعمل البانيه. تاني عملت ايه يا شيف؟ مسكت الفراخ قطعتها بالشكل ده كده، تبلتها، ما حطيتش زيت ولا زبده ولا سمنه خلي بالك، وبعد ما تبلتها سبتها في التتبيله ليله ساعتين ثلاثه اربعه كانك بتعملي شاورما. مفيش زفاره هنا اهو، شايفه؟ وبعدين عملت التوبنج اللي هو عباره عن بيض وحليب ونشا ودقيق. الموزه الحلوه دي كده بحطها اهو، حلوه اهو. بس خلاص خليهم كده واشيل دي مش عايزها، وارجع تاني. وعندنا البقسماط وعندنا رقائق الذره. محطه هنا بقى، ايه المحطه بتقول؟ عايزه تعمليها بالبقسماط اللي هي فتات الخبز اللي انت عندك، العيش الصامولي، العيش بتاع السندوتشات اللي بقى عندك، او التوست، مفيش مشكله. عايزه تجيبي رقائق الذره الهشه اللي احنا عارفينها وتستخدميها مفيش مشكله، بس عايز اقول لك على معلومه، سواء ده ولا ده لازم تحط معلقه دي مع الخلطه. سواء رقائق الذره او بقسماط، معلقه دي مع الخلطه. زي ما انا عملت كده. وتحط التوابل بتاعتك. حلو، السؤال وجيه ده، مستني حد كان يسألهولي. معلقه الدقيق بتقفل المسام علشان تدي لصدر الفرخه شخصيه. شويه البهارات دول حلوين قوي علشان يدوا طعم. زي الفل، واقلب دول كده وهشتغل بقى. عملنا واحده اتنين تلاته اربعه زي الفل. ممكن نعمل نوعين مفيش مشكله. بس انا جبت الاتنين معايا عشان على السوشيال ميديا بيقول لك ازاي نعمل الفراخ البانيه برقائق الذره اللي هو الكورن فليكس. ده بيتباع في اي سوبر ماركت، بنجيبه وبنعمه ونستخدمه، في منه جاهز. ده او ده، حلو قوي. نشتغل مع بعض بقى واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد كده ايه، هي دي، تعالي شفت التوبنج كده اهي،
شايله دي وشايله نشا، تاخدها زي ما هي كده نصفيها ونحطها هنا. اهو اهو عمايل الفراخ البانيه من ايد الشيف المغازي، وداعا ان هي تنشف مني في الزيت، وداعا ان هي تبقى فيها زفاره، وداعا ان هي تبقى مستويه من بره وطريه من جوه، وداعا ان هي تبقى كمان فيها نشوفيه، تلاقيها مجدده كده عامله زي رغيف العيش، خلي بالك. اهو اهو وانا شغال اهو اهو حلو اهو، بتضغط عليها بيدك كده اهو. نص الكميه عملتها بالبقسماط ونص الكميه ادخل ده كده عينيا. حاضر اهو، وناخد دول نعملهم برقائق الذره اهو. اللي عايز بده اهلا وسهلا اهو. السر هنا والتركايه هنا تاني، معلقه الدقيق اللي حطيتها على التوبنج الاخير اللي هو البقسماط او رقائق الذره، والنشا والدقيق اللي حطيتهم في التتبيله عشان نبقوا ايه واضحين مع بعض. هاخد دي كمان عشان وقتنا خلص اهو زي الفل، واشيل ده من هنا عشان عندي عصير مانجا عايز اعمله. غرقانين في المانجا، المانجا الفص والمانجا العويسي والمانجا الفونس والمانجا الهندي كل ده. تعالوا بقى اقول لكم على امانه، انا سافرت العالم كله، حاجتين ما لقيتهمش في اي مكان في اي غير في مصر بصراحه، المانجا بتاعتنا دي مش موجوده في اي مكان، والبصل الاخضر حاجه يعني مش موجوده بجد، اذا كان طعم اذا كان شكل اذا كان كل حاجه. خلي بالكم فالمانجا عندنا في مصر السنه دي الحمد لله حلوه، نقدر ان احنا نخزنها، نقدر نعملها مربى، نقدر ان احنا نستفيد بيها. ولكن نصيحه مني، لان المانجا لها اضرارها، املاح، وخاصه لو حد عنده املاح عنده يوريك اسيد كتير فيقلل منها. كلت مانجا انصحك تشرب كوبايه ميه بعد اكل المانجا، تاكل بقى حبيتين ثلاثه اربعه مفيش مشكله، كل براحتك، بس اكثر من شرب الماء العادي، مش يكونش مسلك على طول. العلم بيقول كده والابحاث العلميه بتقول كده، حتى القهوه زي ما قلت في بدايه الحلقه، شرب الماء بعد شرب فنجان القهوه مهم جدا. ناخد الخلطه دي كلها كده ونشيل ده كده وننزل في الزيت عشان نكمل اللي بعده. اللهم صل على النبي. اخبار الزيت ايه يا شيف؟ لا شغال، العب هو ده. خلي ايدينا كده، اللهم صل على النبي، وتعالوا نحمر. التحمير بقى فيه فن برضه، خلي بالك لما تيجي تحمري فراخ بانيزه دي كده، تحط في الاعتبار ان دي ما تتقلبش كتير. اخبار الزيت ايه؟ هو ده اللي انا عايزه. ننزل بواحده كده اهو، وننزل بالتانيه جنبيها. ممكن على فكره تحمرهم في طاسه في زيت وزبده زي ما انت عايز. شفت؟ واحده واحده، ما تنزليش بالتانيه خالص دلوقتي. كده اهو. طب عايزين نخزن ده في الفريزر يا شيف، احنا بنشتغل وبنروح شغلنا، وعايزين نرجع سريعا كده، جوزي عازم صحابه، ابني عازم صحابه، ابني نجح في الثانويه العامه وجايين نبارك، كل ده هنطلع من الفريزر ونحمر بسرعه، ولكن يفضل انك انت تطلعها من الفريزر قبل التحمير على الاقل بنص ساعه. تعالوا نطلع صينيه الفراخ بتاعتنا، سوري صينيه الرز بتاعتنا من الفرن ونشوف ايه الاخبار. اللهم صل على النبي. عينيا، حاضر. لا لسه شويه، خليها ابص عليها حبيبي حبيب والديك. تعالوا نعمل سموز المانجا بالزبادي، اللهم صل على النبي. جبنا خلاط جديد. ايه الحلاوه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر عليا، معانا مانجا، المقادير على الشاشه. مانجا يا حلاوتك يا مانجا يا مصريه بتتكلم مصري. السكر معناها مش عايزه سكر خالص، ونعناع وزبادي. حلو، تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي، ومعايا ماء مسلج. حلو قوي. انا بعشق عصير المانجا وبعملهاش في الخلاط على فكره، اكلمكم الصراحه يعني. انا بمسك المانجا اقطعها واحطها في كاسرونه ازاز واحط عليها سكر واغسل ايدي حلو قوي، وابدا ان انا ايه افعصها بايدي لغايه لما تدوب مع السكر كويس قوي. عينيا، وبعدين احط عليها الميه الساعه، ورقتين نعناع اخضر، واحطها في الثلاجه تسقع. ما اقولكيش عصير مانجا، وانت بتشرب عصير المانجا بتاكلي مانجا. نحط الماء المسلج اهو، الزبادي، المانجا المتقطعه الحلوه دي كده،
عينيا. حاضر. ورقتين نعناع اخضر. ايه ده المانجا دي؟ ورقتين نعناع اخضر. السكر في قلب الخلاط. شغل الخلاط وراح اشوف ايه اللي في في الزيت. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ المقادير على الشاشه. مقادير المانجا مع الخلاط. حلو قوي. فراخ. اللهم صل على النبي. الخلاط بتاعنا خلاص. شوف بقى الحاجة معانا أخبارها إيه. يلا اطلع بإنتاجك يا عم الشيف، وريني إنتاجك يا جميل، وريني شطارتك يا مغازي. هو ده الرز بتاعنا أخباره إيه. اللهم صل. جبنة ساحت. طبعا ساحت أهو. الطاجن ده بيتكلم مصر بكل تفاصيله. اللهم صل. الهرم الغذائي جوه كسرولة الإزاز. في كل حاجة. بروتين موجود، كالسيوم موجود، معادن موجودة، بوتاسيوم موجود. عصير المانجا. حلو. 3 كوبايات والرابعة ليا. أستاهل. اللهم صل على النبي. لون المانجا في قلب الخلاط بيتكلم مصري بتفاصيلها. ورقتين النعناع الأخضر عاملين عمايلهم هنا. إيه الجمال ده؟ ايه الصوت اللي جوع ده؟ لسه زي الفل. كمان واحدة. شايفين القوام ده؟ أنا بعشقه. دي كمان. مانجا عندنا السنة دي كتير في السوق ولسه بتحلو. خلي بالكم. البانيه بتاعنا جاهز. بص لي على البنيه كده يا شفيق. البنيه ده عايز صوره يعني تخش التاريخ. اتعمل، اتحمر، شايف التفاصيل؟ لونين معايا. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ عينيا. يا فندم. حاضر. حلقه النهارده فيها تفاصيل كتير، فيها خبره طهويه. زي ما وعدت حضراتكم، الفراخ البنيه سؤال سوشيال ميديا، الاجابه عليه عمل النهارده، عملناها بكل تفاصيلها. معايا الهرم الغذائي في قلب الكاسرولة، لطيف وجميل، يحتوي على البروتين وكل المعادن وكل الألياف. معانا عصير مانجا بيتكلم مصري بطعم النعناع المصري، ويا بتاع النعناع يا منعنع. حلقة النهاردة رؤية فن إبداع بتناسب كل أفراد الأسرة، صغير وكبير. وحابب في نهاية الحلقة كمان بهني كل طلبة الثانوية العامة في كل محافظات جمهورية مصر العربية اللي نجحوا واللي ما صدفوش الحظ، وإن شاء الله السنة الجاية هيبقى من المتفوقين وينجح ويفرح أسرته. رؤية فن إبداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري.